ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ بنيناها بأيد أي بقوة، بأيد، ما قال بأيدي بالياء، بأيد. واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني القوة، وأيدهم بروح منه. فالأيد مصدر، مصدر من آد يئيد أيدا، يعني قواه، قواه وأيده تأييدا وأيدا بمعنى القوة. ليست هذه الآية من آيات الصفات، هذه ليست من آيات الصفات. نعم هي من آيات الصفات الفعلية، بنيناها بأيد، من صفات الأفعال لا من صفات الذات. فلا يفهم منها أن هي يد الله جل وعلا. نعم.